النهارده عجزت. سعيد جدا وان شاء الله اكون قد المسؤوليه بقى الفتره الجايه. تشوفوا اعمال كبيره جدا رومانسيه بقى وحاجات من اللي كنتوا متعودين عليها من فتره كبيره. طيب والاغاني الوطنيه شايف انك احسن من الاغاني الوطنيه؟ انا هقفل السنه دي باقوى اغنيه وطنيه عملتها في حياتي لاحمد جمال، انتظروها قريبا. طيب كلمه واحده كلمه واحده